داود طبخ الطبخه خلاص هيقول دلوقتي الزمالك ازاي يكسب شباب بولزداد يوم الجمعه اللي جايه؟ يكسب الزمالك؟ ان شاء الله باذن الله يكسب, يكسب الزمالك طيب. باذن الله بس شباب بولزداد مش فريق سهل فريق صعب جدا ورقم صعب في المجموعه وقد يكون في يعني كحاله فنيه واحنا بنبص على الاسماء اسم الزمالك اكبر اسم الترجي اكبر لكن كحاله فنيه الرقم الاصعب حاليا هو شباب بولزداد وده شيء الناس محتاجه تكون عارفاه بشكل كويس جدا زمالك هيلاعب فريق هو بطل الدوري الجزائري في اخر ثلاث مواسم ومتصدر الدوري الجزائري في اللحظه الحاليه منتخب الجزائر اللي كان بيلعب امبارح او اول امبارح نهائي كاس امم افريقيا للمحليين التشكيله الاساسيه اللي بدا بيها منتخب الجزائر كان فيها سبع لاعبين من شباب بلوزداد سبع لاعبين ده رقم كبير جدا 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 خلينا نقول ان الفريق منتخب الجزائر كان بيلعب ثلاثه آه او او خمسه ثلاثه اثنين ثلاثيه نص الملعب بالكامل كانت موجوده من شباب بلوزداد القندوسي آه، لعيب النادي الاهلي الجديد الصفقه الجايه كان موجود على دكه الاحتياط في المباراه آه، بتاعه النهائي نتكلم ان الاثنين وينج باكس بتاعهم آه، ودي نقطه مهمه جدا لاعيبه الاطراف اللي بيلعبوا وينج باكس مع منتخب الجزائر كانهم بيلعبوا باكات مع فريق شباب بلوزداد الثنائي آه، من شباب بلوزداد والعنصر الرئيسي في قلب الدفاع من شباب بلوزداد وحارس المرمى من شباب بلوزداد احنا بنتكلم عن الكور الرئيسي تقريبا بتاع منتخب الجزائر المحليين من شباب بلوزداد لكن النقطة الجيدة نوعا ما ان الجزء الهجومي او الشق الهجومي ما كانش فيه لعيبة من شباب بلوزداد، الفكرة الاكبر او العناصر الافضل الموجودة موجودة عند شباب بلوزداد موجودة في الخط الدفاعي موجودة في خط النص وعشان نبدا نتكلم على شباب بلوزداد على طول خلينا نروح للعيبة نروح للافراد مين م. اللي بيلعب في شباب بلوزداد خلينا نبدا نتكلم بالكلام عن فوج نظري اهم لعيب موجود عند شباب بلوزداد حاليا هو بالخيطر او اللعيب الظهير الايمن حاجة كده شبه نوعا ما ممكن نقول علي معلول في الدوري المصري لعيب بيزيد عرضياته متقنه جدا جايبين يعني له فيديو نستعرض ان هو اكتر لعيب في فريق شباب بلوزداد خلال الموسم الحالي عمل تمريرات مفتاحيه بيتقدم للامام دايما فاتح جبهه قويه جدا واعتقد ان ده تحدي صعب هنا الراجل اللي بيستلم نوقف ثانيه الراجل اللي هيستلم على طرف الملعب ويعمل العرضيه المتقنه دي دي مش الجناح ده الباك متمركز قدام هو اللي هيعمل العرضيه المتقنه اللي هنشوفها نكمل العرضيه العرضيه بتطلع من رجله بالملي تقريبا على راس المهاجمين ده بالخيطر الظهير الايمن بالنسبه لشباب بلوزداد مره تانية الرجل اللي هو منطلق دايما منطلق دايما بالخيطر مره تانية بيصنع فرصه بعرضيه متقنه مرة تانية رجل المنطلق خلاص أي حد منطلق ناحية اليمين هو فاتح الجبهة اليمين باسمه في شباب بلوزداد مرة تانية بيصنع فرصة خطيرة مرة تالتة أو مرة رابعة دايما انطلاقاته مهمة وخطيرة بالنسبة لشباب بلوزداد شوفوا لقطات أكتر كمان دايما مهاري كمان في واحد على واحد بيقدر يراوغ بعدين يعمل التمريره مش بس عرضيات عاليه لا بيشوف عينه كويسه جدا هو لعيب كبير جدا بالنسبه لشباب بلوزداد فهنا بنتكلم عن لعيب مميز اعتقد ان احنا هنا هنبدا ننتقل عن آه بعد بالخيطر زي ما قلنا هو الظهير ودي حاجه مهمه جدا عن شباب بلوزداد ان خطورتهم الاكبر عند الازهر الثنائي الظهير زي ما قلنا هم دولي مع منتخب المحليين بالخيطر الظهير الايمن لعيب قوي جدا بيفتح جبهه وهنا مهمه قويه جدا سواء اللي هيبدا في المباراه عبد الشافي وعنده خبرات كبيره جدا او اعتقد ان فتوح ممكن خلاص هو اللي يبدا المباراه دي ان هو يلعب وفتوح لعب ماتشات على لعيبه كتير في دوري ابطال افريقيا فالجيم مهم جدا لفتوح ان هو يقفل واحد من اهم مفاتيح اللعب تاني لاعب عايزين نتكلم عنه اللعيب بالخير بالخير اللاعب عنده 21 سنه بيلعب ناحيه اليسار بيكمل جوه منطقه الجزاء ولو نفتكر الزمالك عنده مشكله كبيره من مباراه الاهلي في التغطيه العكسيه عايزين نشوف الراجل ده بيسجل اهدافه منين هو هداف الفريق بست اهداف عايزين نشوف بالخير اللاعب اللي عنده 21 سنه الظهير او الجناح الايسر بيسجل منين لو بدانا نستعرض اهدافه هتكون شيء مهم جدا لان دايما بيجي من البلاين سايد الزاويه اللي محدش واخد باله منها بيسجل اهدافه نستعرض برضو اهداف هو برضو اللي, كمل في الكره دي كان من متابعه جوه منطقه الجزاء لكن في اهداف اكتر هتكون بتوضحه لسه لعيب شاب عنده 21 سنه دايما بيكمل بيكمل دايما في الزاويه العكسيه او بيكون دايما لعيب مش متشاف هو اللي بيجي من الناحيه البعيده ودايما شوفوا جوه منطقه الجزاء بيخترق منطقه الجزاء دايما عينه على منطقه الجزاء بيكمل جوه منطقه الجزاء بشكل كويس دايما هنا برضو لعيب بيخش هنا زي ما قلنا شوفوا دايما كل اهدافه من قلب منطقه الجزاء باختراقات من منطقه الجزاء دايما بيكون حاضر فيها لعيب خطير مميز جدا خطير هنا زي ما قلنا اللعيب ده على الورق بيلعب جناح شمال لكن زي ما احنا شفنا قد ايه موجود دايما جوه منطقه الجزاء والسبب الرئيسي في ده زي ما قلنا هو الفريق دايما الباكات بتوعه طايرين فالجناح مش محتاج يمسك الخط بيخش اكتر لعمق الملعب من يمين بالظبط هي دي هي دي الفكره صح اللي موجوده عن شباب بلوزداد طيب اتفضل